السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلت لك على واحد الموضوع بيني وبين المراه ديالي وكنتحمل المسؤوليه ديالي. المشكل اللي عندنا انا ما كنتش حاضر وجات هزات الدار مع ثلاثه ديال الليله خونات هزات سميتو كلش الماتيريال ديال الدار وتلقات الدار عطات السوات المواليد ومواليه. واللي عيطت عليه قلت له اش هذا الشيء اللي درتي؟ والو ما سميتو ما درتش الشكايه حتى شي 10 ايام ولا 8 ايام. درت شكايه عند وكيل ما قضيت عند والو. غنجي لكم على حساب الموضوع. وملي درت الشكايه ما صورت والو. عييت ما درت ما والو ما كان حتى شي حل. المهم ملي اتصلت ما قالت لك هاد الولاد راه ماشي ديالك، سير الله يعاوني عاونك راه الولاد ماشي ديالك. مشات دارت لي الدعوه في المحكمه بين انه هو انا ما عمر كنعس معاه. قالت لك هاد الولاد ماشي ديالك. وكنطلب لادين، قلت لها ودي غنديروا لادين، ما بغاتش. عييت من نطلع ونهبط ما بغاتش. كتقول لي كتهدد لي الدراري بسميتو بانتحار، كتقول لي الا مشيتي راه غدير غنتحر. دابا ما لقيت حتى شي حل والو، ما لقيت. وتقول واش لقيت شي حل؟ دي الحل اللي لقيت غطردك في هذا الشهر، في هذا الشهر غطردك المحكمه ان شاء الله بجهد الله. غطرت كاع المحكمة وتمشي تقلب على أفارقة ولا تقلب على سميتو تحيد غير على ظهري. وهاديك الساعة نديرو لادين. وكنقول بالعيد خوه راه هاديك الشيء اللي درتي راه خايب، راه نتا غير الشفار وعندي الدليل باش نتا الشفار، باش نتا الشفار، راه ما فيكمش القرب. واش عباد الله شحال من واحد كيسمع وما تقدرش تجيو غير تدخلو بيناتنا تقول لي هادشي ديرو لادين؟ راه بنتكم راه ما عندي ما ندير به. هذاك حرام عليا ترجع عندي مازال، ولا قبلها مازال، راه قريب طردك في هذا الشهر ان شاء الله غطردك في المحكمه. راه مشيت للمحكمه غير نهار الاربعاء نهار 25 باش ناخذ النسخه ديال الدوسي ديالي. قالوا لي بلاتي تنزل، راه هو اللي كان في البلاصه ديال سميتو في البيرو ديال عافيه، راه عافيه ما بقاتش هنايا، راه ولا واحد القاضي في بلاصتو. كنتسنى على المحكمة الأسرة، كنتسنى ليه، كنتسنى مع 11 ربع، كنتسنى ليه تر شي جوج ولا ثلاثة ضروب فاش هوت. والله ما تسوق ليا، ما عرفتش من القانون اللي عطاو باش ما تاخذش انت نسخة الدوسي. ملي قلت لها انا نسخة الدوسي ديال المرة ديالي تا نشوفها، هذاك الدوسي باش نشوفها شن نعرف شنو غنقول فيه، كاع ما تسوق ليا. وكنطلب المسؤولين وجاو الوكيل جلالة الملك باش يتعاون معانا يزيروها باش نديروا لادين. راه هادي ما عرفتش من الحل اللي غندير معاه. راه الناس كاين، الناس كاين. دابا الاستاذ اللي غيتكلف ليا بالدوسي قال لي كاسيدي انا غنتكلف الدوسي ديالك، وكاين السيد اللي غيخلص على الدري الصغير وهي كتهددهم بالانتحار.